السلام عليكم متابعي قناة طرزينة، ومرحبا بالمتابعين جداد. اليوم إن شاء الله من خلال هذا الفيديو دائما نقاسم معكم مرحلة الترشيم، لأن مرحلة الترشيم أساسية ومهمة. فإلا خسرت لك الرشمة وما جاتش مقادة، وخاصة إلا كانت في الجلابة وحتى إلا كانت في القفطان أو إلا كانت في التكشيطة، المشكل ديال الرشمة إلا كان خاسر، ولو يكون عندك طرز في إتقان، ولو يكون عندك ذوق في تناسق الألوان، وعندك رقي في اختيار الرشمة وفي تموضعها وفين تجي بزاف الأشياء، وكان عندك رشم تيوقع عندك فيه خطأ، فكلشي تيضرب لك في السير. فبالنسبة لهذه الجلابة دائما البنات تنصحكم تخوضوا 8 سنتيم من جهة الطوق لجهة الرشمة. علاش؟ لان هذيك 8 سنتيم هي هذيك اصلا تطيح مع القب، يعني الا ما خليتيش ديك 8 سنتيم ملي تلبسي القب وتكوني طارزه ديجا وانتي ما خليتيش 8 سنتيم، القب تطيح فوق منها وتغطيها. اذا داك الطرز اللي انتي طرزتيه النص ديالو تغطى، فخلي 8 سنتيم. بالنسبه لهاد الرشمه انا خاصها تكون شويه مقاربه 1 سنتيم وتكون سفيفه سفيفه ضفيره وطرسان ومفتل و 1 سنتيم ما بينها وما بين الطرزه. هذا هو الموديل اللي بغيت انا ديال الجلابه. غادي نبارطاجي معكم الشكل ديالها من بعد في الطرز. ان شاء الله من بعد الطرزه غادي دابا ما واجدتش عندي الموديل ديالها، من بعد غادي نصوروا لكم نحطوا لكم. خليت 3 سنتيم كي لاحظتوا، وعملت دابا بيكربون ديالي لتحت من الرشمه، واول امر ضغط على الرشمه، ماشي نضغط ونعاود ونضغط ونعاود، تتلقاي بان الرشمه تزحزحات لك من بلاصتها، وضروري الرشمه ما تثبتيها تبتيها بنفيت من الجانب. دابا شفتوا لاحظتوا بانني نفيتات عملتهم في جانب ديال لا ليزيير في جهه السورجي، ودخلت البيكربون بسهوله تحت من الرشمه. تما حتى انه ملي تنكمل الرشمه ونسالي وتنبغي ما تنجيش ديريكتو مو تنزول الرشمه ديالي، لا هذا خطا، تنهز غير الرشمه تنطلعها وطلعت بان الرشمه ديالي راها مقاده ما فيها حتى شي ديفو، عاد فاش نزول دوك النفيتات من بلايصهم. لاحظتوا علاش انا درت نفيتات من داك الجانب، وبحيث انه بامكاني ندخل بيكربون تحت منهم نطراسي نهز الرشمه تنطلع على الرشيم وشو هذاك ونرجعه. يعني حتى لو رجعته كملت الترشيم ديالي لانه ثابت، الرشمه ثابته بالنفيتات ديالي، يعني التموضع ديال الرشمه باقي صحيح. نجي نطراسي البلاصه اللي ما طراسيتهاش وعلقاها وعيج عندي طراساج مضبوط، ما غاديش يوقع ليا تزحزح ديال الرشمه ولا شي، غتبقى في بلاصه الرشمه تبقى مقاده. فهاد التقنيات اللي تنقول لكم راها هي التقنيات كلها عطيتها لكم بملخص، يعني كاع الحوايج اللي ممكن توقعوا في الخطا ديالها عطيتها لكم في ملخص. دابا اولا 8 سنتيم جهه الطوق، شوفي شحال الرشمه، بحال مثلا هاد الرشمه سلتها في الامام، يعني خاصني نديرها مثلا هذه بغيت نديرها مقاربه شويه مع السفيفه. كاينه السلتات اللي تجي عفوا في الوسط ديال الربع ديال الجلابه، هذيك شكل اخر. اما بالنسبه لهذا الرشمه هذا الموديل هذا خاصها تكون شويه مقاربه مع السفيفه، فانا خليت 3 سنتيم، حيت انه 1 سنتيم على 1 سنتيم عيتحط فوق منهم طرسان وضفيره وطرسان ومفتل وضفيره، عيبقى 1 سنتيم ما بين الضفيره وما بين الطرس، وعاد فاش بدا الطرس يعني 1 سنتيم فراغ بيناتهم، عاد فاش تجي الطرس هكذا ما تيكونش ملاصق الطرس ديريكتوم، و الا تلاصق ديريكتوم مع الضفيره اولا السفيفه تيجي شويه ماشي راقي، تجي جلابه شويه ماشي انيقه، انه يكون ديريكتوم السفيفه والطرز ملاصق مع بعضياتهم، لا خاص يكون واحد الاسباس ديال واخا غير 1 سنتيم بالنسبه ديال هذا الموديل هذا. في هذا الموديل هذا خاص يكون واحد تباعد ديال 1 سنتيم. تنبقى تنتبع التراساج ديالي
ولاحظوا بانه راه بعض المرات التراساج انا ما تنطراسيش كيف ما كاينه الرشمه، لان الرشمه راه اغلبيه الرشمه تيكونوا كاين فيهم ديفو. يعني نتوما طرزوا رشموا عفوا وديروا بحال انكم تطرزوا في الاصل. يعني مثلا الا جيت انا وهبط على داك الرويس تما يوما ما كاينش الطوبل ديالو في هذيك الوريضه من التحت، انا تنضوبلهم ملي تنعود غادي يترشم، ولكن في الرشمه راه ما كاينيش. ولكن انا حتى عارفه من عند بين الرسم بين عفوا من عند بغي نطرز خاصني هذاك الطوبل ديال ديك الورده، اذا تنطراسي معايا في الاصل. دائما الرشمات راه تيكون فيهم اخطاء وانتم خاصكم تقادوهم. وبحال هاد الوريقات ما بغيتهاش تكون غليظه، يعني غنبقى نعمر فيها في الطرز وغتجي بحال غليظه بزاف. اما الا تنخوي فيها، لاحظتوا ديك العوينه اللي تنخوي فيها في الوسط تجي الوريقه انيقه وخفيفه وما فيهاش تعمار بزاف، تجي انيقه لانه هذاك التعمار ديال ديك الوريقه الوسط نقدر نخليه يبان غير اللون ديال الجلابه، ما ندير فيها والو تبين ليا اللون ديال الجلابه، اولا ندير فيها عقيقات اولا نعمل فيها بريده، هكذا تتكون الوريقه عندها واحد الجماليه، ما تكونش معمره بزاف. ما الا كانت فتحه ما نخويها انا من الوسط. تنتمنى ان كاع هاد المعلومات اللي سرت لكم في هاد الفيديو تكون استفدتوا منها. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعيل الجرس، وشكرا وبالتوفيق للجميع. والى فيديو ان شاء الله الماجي غادي نبارطاجي معكم الطريقه ديال الطرز ديال هاد الجلابه. لاحظتوا كيف بربط الرشمه اللور وهي البيكربون وبان لي بان الرشمه ما نسيت حتى شي بارتيه، ومجيت القبره هي هذيك. دابا عاد فاش زولت هذه هي البارتيه اللي تطيح مع القب. لاحظتوا دابا ملي عطيح غتكون مع بدايه الرشمه، وهادو هما اللوينات اللي غادي نحاولوا نوظفهم في الجلابه. غنخدمها بهاد اللوينات حتى هاد الجلابه هادي فيها عندها واحد بحال كشكشه لتحت بموسلين في هذاك اللون بحال هذاك اللون كرونه، وعندها في الكميمات حتى هي كذلك. غادي نبارطاجي معكم الموديل ديالها من بعد. وانا غنطرزها بهاد جوج لوينات، اللوين ديال الكشكشه اللي مديور بهذاك بوسلين في هذاك اللون، واللوين الاخر اللي فيه البريون كاني نبتها بالعقيق، مع انه مخدومه على بسقلي هذاك غير بسقلي. تنتمنى ان هذا الفيديو يكون استفدتوا منه. ما تنساوش تعملوا لايك واشتراك وتفعيل الجرس، وشكرا وبالتوفيق الى فيديو المجيء ان شاء الله، فيديو التطبيق ديال الطرز.